والخبر الأخير في هذه النشرة، انطلق اليوم السبت الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم استعداداتها لاستقبال الترم الثاني من خلال تقديم أبرز المعلومات التي تلخص استعداد الوزارة للفصل الثاني وأيضا مواعيد الامتحانات فيه طبقا للخريطة الزمنية. الثالث من فبراير بدء الفصل الدراسي الثاني. عودة توزيع الوجبة الدراسية بعد توقفها منذ العام الماضي. 99 يوما هي مدة الدراسة بالفصل الدراسي الثاني. من المقرر أن يشهد تطبيقا تجريبيا للنظام الجديد للثانوية العامة حسب ما أعلن عنه الوزير دكتور طارق شوقي. يعتمد النظام الجديد للمرحلة الثانوية على ما يسمى بالثانوية التراكمية. الخامس من مايو المقبل بدء امتحانات الفصل الثاني لصفوف النقل. 19 من مايو بدء امتحانات الدبلومات الفنية. 31 من مايو بدء انتهاء الفصل الدراسي الثاني. 3 من يونيو القادم بدء امتحانات الثانوية العامة.